مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذا الموعد الإخباري والبداية بالشأن الانتخابي. كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر عن الرزنامة الخاصة بالدور الثاني من الانتخابات التشريعية، وأفاد بوعسكر خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم بأن عدد الدوائر المعنية بالدور الثاني للانتخابات التشريعية والتي ستجرى يوم 29 من جانفي الجاري يبلغ 131 دائرة، ويبلغ عدد المترشحين 262 مترشحا، من بينهم 34 امرأة و 228 رجلا أغلبهم من الكهول، 23 منهم ينتمون إلى أحزاب حركة الشعب وحزب صوت الجمهورية وحركة شباب تونس الوطني، ومترشح ينتمي إلى حزب حركة تونس إلى الأمام. ويبلغ العدد الجملي للمسجلين في الدور الثاني 7,853,447 ناخبا. توافق فترة الصمت الانتخابي للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 يوم السبت 28 جانفي 2023 ابتداء من الساعة 0، وتمتد إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية المعنية. يتم الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في أجل أقصاه يوم الأربعاء 1 فيفري 2023، وتتولى الهيئة التصريح بالنتائج يتجاوز يوم السبت 4 مارس 2023. في الشأن الصحي، يشكو المركز الوسيط للصحة بمعتمدية جدليان من ولاية القصرين والذي تم استكمال أشغاله في السنوات الأخيرة العديد من الإخلالات. هو مشروع حديث رصدت له ميزانية تقدر ب 800,000 دينار، منها 450,000 دينار دعما من الاتحاد الأوروبي. المركز الوسيط للصحة بجدليان مشروع محدث انتهت أشغال بنائه أواخر سنة 2019 و2000، وتم القبول الوقتي لهذا المركز خلال شهر سبتمبر من السنة المنقضية. مؤسسة حديثة البناء بدت عليها تشققات داخل المبنى وخارجه، تشققات قد تشكل خطرا على المبنى والوافدين عليها. فما إخلال ما بين زوز بنيات، البنية القديمة وجديدة اللي جديدة اللي تبنت منذ عامين، معناها هبطت لوطة بحكم أن العرس اللي تحطت معناها ما تحطتش على قاعدة صحيحة. فما عديد الشقوق اللي هي موجودة في البنية من داخل، فما شبابيك بعدت على بعضها بالزوز بثلاثة سنتيمترات، فما البيبان ما عادش تحل معناها تسكر على بعضها. المركز الوسيط هو اهل للسقوط، مبني على منطقه طينيه فهمني، وديجا مال ولا انكليني، وما نزيدوش نحكوا على التشققات اللي صايره فيه. إخلالات بدت بينة داخل وخارج مبنى المركز الوسيط، كما أثبتت الصور الأولى للمشروع منذ انطلاقه هذه الإخلالات والتجاوزات، وهو ما رصدته مصالح الصحة العمومية التي رفضت القبول النهائي للمشروع. الموضوع بين يعني الإدارة الجهوية للتجهيز، يعني عملت مكتب مراقبة وتكفل مكتب المراقبة بمعاينة يعني التشققات في يعني في الأسطح، ويعني اعطت حلول للمقاول، ولم يتم القبول النهائي فيما يخص المركز الوسيط بجدليان. ويعتبر المركز الوسيط للصحة بجدليان أول مشروع محدث بهذه المعتمدية، وأكد متساكنوها أن أولوياتهم محاسبة من تورط في هذه الإخلالات وإحداث قسم استعجالي، باعتبار أن جدليان تعود بالنظر إلى الدائرة الصحية بسبيبة. معتمدية كاملة ما عندناش استعجالي، أنا بنتي كليلة فهمتني سخانة 41 ساعتين التعليل ما لقيتش باش نهزها فهمتني لسبيبة، قعدنا في تبعية معتمدية كاملة لما انت متعوش بضعف الحوايج اللي هو فهمتني ولا استعجالي. قسم الاستعجالي هي جدليان، يعني المسافه بينها وبين قسم الاستعجالي نتاع سبيب، وخاصه باش يتم تحويل الى مستشفى جهوي صنف باء، يعني المسافه حوالي المسافه يعني زمنيا 6 دقائق، لكن احنا ماذا بينا نوفر نقربوا الخدمات للمواطن، وفي بداية أولى إذا كان توفر الإطار الطبي والشبه الطبي يعني نخدموا المركز الوسيط صباحا ومساء كيغطي ل 12 ساعة، خاطر قسم استعجالي لازم طبق فني كبير
ولا قدر الله نحن يعني يلزم إسعاف المريض في الحالات الخطيرة. في انتظار فتح هذا الملف الذي تحوم حوله شبهات فساد، يطالب أهالي جدليان بحقهم في الصحة وبحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأن معتمدية جدليان تتذيل ترتيب المعتمديات من حيث مؤشر التنمية، فبهذه المعتمدية نجد فقط مراكز للأمن ومكتبا للبريد وبعض المدارس وإحدى وحيدة. في موضوع آخر، يخضع الصيد البري في بعض جهات الجمهورية إلى تدابير تضبطها الهياكل المتدخلة ضمانا لسلامة الصياد وحفاظا على الثروة الحيوانية، وقد تم في جهة الكاف افتتاح موسم الصيد البري متيحا لعدد من الصيادين فرصة الاستمتاع بهوايتهم المفضلة. بين سحر الغابات ووسط المسالك الوعرة يقطع هؤلاء الصيادين عشرات الكيلومترات لممارسة هواية الصيد التي أضحت تستهوي الصغار والكبار، بل وتتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل. الحمد لله ربي، عملنا مسيرة باهية، والهواية هذه هي هواية تعلمناها على ناس كبار بابونا وعمنا، وتعلمنا برشا ناس ما انا قاعد 13 14 20 سنه وهم يتبعوا في الصياد مساكن. هو موعد يستنوه الصياد الكل بكل بفارغ الصبر، معناها من نهار الخميس من نهار الاربعاء تليفونات تبدا، الوش عدنا وين باش نمشوا وين كذا، معناها يستنوا بفارغ الصبر باش يخرجوا للحمله هذه للرياضه هذه لممارسه نشاطهم هوايتهم. ومع افتتاح موسم الصيد البري بولايه الكاف، تعمل جمعيات الصيادين على تنظيم خرجات لفائدة منظوريها بهدف تأطيرهم وتحسيسهم بالضوابط الواجب اتباعها لضمان سلامتهم ولحماية الثروة الحيوانية والحفاظ على التوازن البيئي. في كنف القانون وفي معناها تأطير تام للصيادين اللي موجودين على حماية الثروة الحيوانية في حماية الطبيعة وعلى السكوريتي، كيفاش معناها نمارس الهواية هذه في معناها بكامل قوانينها الكل. والمصيدة بريتو باش نعملوا جو، نحن ساعات نمشوا بطلب باش نقصوا شويه باش نعدلوا للحيوانات شويه، خاطر ساعات يكثروا في الغابه يعملوا برشا مشاكل في بعضهم. نحن نخرجوا كتعديل للحيوانات وباش نخرجوا نعملوا جو في الغابه، وقبل كل شيء واول حاجه واخر حاجه هي الامان والسلامه. ويرافق هؤلاء الصيادين عدد من حراس الغابات الذين يعملون على حسن تنفيذ شروط وضوابط موسم الصيد حفاظا على الثروة الغابية وعلى الثروة الحيوانية. تم مؤخرا الكشف عن أحد المعالم الأثرية النادرة في جهة جابس، وذلك في إطار الحفريات التي يشرف عليها المعهد الوطني للتراث بمنطقة سيد المهدي، ويتمثل في أثار معبد يعود إلى الفترة الرومانية. تفاصيل أوفى عن الموضوع في روبرتاج التالي. هذه صور لحفريات يشرف عليها المعهد الوطني للتراث بمنطقة سيد المهدي بمدينة يابس، حيث تم اكتشاف بقايا جدار وأرضية مبلطة تنتمي إلى معلم روماني يرجح أن يكون معبد. الحفرية انطلقت يعني في بداية شهر جانفي، ومكنتنا من التعرف على معلم ذو صبغة عمومية يعود إلى الفترة الرومانية، بني بحجارة مهندمة ضخمة، وهو يعتبر شاهد أثري هام جدا نظرا لقلة أو شح الشواهد الأثرية المتعلقة بمدينة جابس في الفترة الرومانية. هذا الاكتشاف في مراحله الأولى يكتسي أهمية كبرى، إذ يعتبر أحد الشواهد الأثرية النادرة على مدينة جابس المذكورة في عديد المصادر في العصور القديمة، التي لا يعرف منها الباحثون برأيهم إلا النزر القليل حتى الآن. الحفرية متاعهم انطلقت منذ بضعة أيام، جزء من هذا المعبد تم كشف النقاب عنه، لكن نأمل أنه في الأيام والأسابيع القادمة سنتمكن إذن من التعرف على مزيد من التفاصيل الخاصة بالمعبد بشكله بمعماره بتاريخه. ويبقى تثمين مثل هذه النتائج للحفريات ومواصلتها في بقية المنطقة المحيطة بهذا المعلم من الأشياء المطلوبة تثمينا لمكانة جابس التاريخية. ختام هذا الموعد الأخباري، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.